بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله شباب هنتكلم في السيشن الثانية عن يعني هندخل في تفاصيل Object Oriented Programming النهاردة إن شاء الله. بس قبل كده هنبتدي نعمل شوية practice على الجزء بتاع syntax اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. فزي ما قلت لكم في الاعلان اللي حطيته على البيج بتاعتنا على الفيسبوك هنعمل كالكوليتور. هنبتدي نعمل static calculator وبعد كده نحول الكالكوليتور دي بالكونسبت بتاعت السوينج. ازاي اخد بقى الفاريبلز او القيم بتاعت الكالكوليتور دايناميك بدل ما تكون static. فان شاء الله نبتدي نشتغل على our IDE على نيت بينز. طيب لغايه ما نيت بينز يفتح ندردش مع بعض شويه. اول حاجه نشوف الانبوتس والاوتبوتس بتوع الكالكوليتور. الانبوت ليست عندي الاكس والواي فاريبلز، هجمعهم هطرحهم هقسمهم هضربهم يعني وات ايفر الاوبريشن. الحاجه الثالثه كانبوت اللي هي الاوبريتور نفسه، هو انا هعمل ايه؟ وانا هجمع ولا هطرح ولا يعني هتكون علامة جمع او طرح او ضرب او اسمع. الاوتبوت هيكون عندي one output. الاوتبوت ده اللي هو الريزلت. طيب تعالوا كده نيت بينز هنعمل application new project، هنختار جافا application. بعد كده هندخل الاسم البروجكت وليكن GSA Calculator. هو اوتوماتيكلي هي create main class. هنروح جوه main class هو هيعمل ال entry point اللي هي main method public static void. مين اللي هنتكلم عنها ان شاء الله بتفاصيل في الاوبجكت اورينتد، كل واحده من الوردز دي معناها ايه. عموما هيكون عندي في اعرف الانبوت ليست وليكن انا عندي تو انبوتس الاولانيين اللي هم الارقام، فانا مش لازم اعمل الارقام بتاعتي ارقام صحيحه، هي غالبا هتكون ارقام كسور. فانا ممكن اعمل رقم كسر وليكن كبير قوي زي ما شرحنا قبل كده، و y x double x و y اللي هو السايز بتاعهم بيكون كبير جدا. بعد كده هعمل character اللي هو الحرف الاوبريتور اللي هيكون input. اخر حاجة double اللي هو ال result. ممكن نجرب دلوقتي اننا نشتغل الحاجات دي على floats بما اننا بنعمل testing، يعني فمش محتاجين نخجز كل مكان ده في memory والاثنين whatever احنا we are testing now. انا هعمل result بعد كده if statement صغير هشوف لو الoperator ده equal، طبعا بنعمل double equal plus double equal زي ما شرحنا ان هي لو equal واحدة معناها ان الoperator الحرف ده وعلامة بلس مش هنا تعتبر question is operator equals plus، هل هو بيساوي plus ولا لا. لو الoperator بيساوي plus هنخلي result plus equals x plus y. طيب هنلاقي في compilation error موجودة، نقف بس كده نشوف التب اللي موجودة variable op might not have been initialized، يعني لازم اعمل له initialization، يبقى اي local variable موجود جوه method لازم ادي له قيمة ابتدائية ولتكن زي ما احنا شايفين كل ال floats هخليها minus one وال operator هخليه empty او space والresult هخليها برضو minus one. طيب اوكي ده اول كونديشن، والا لو
x operator, sorry, equals لو الاوبريتور هو علامة نقص ساعتها خلي لي الاوبريشن او الريزلت هو الطرح. ناخد بقى كوبي بيست بدل ما نقعد نكتب, نبتدي نكرر نفس الاوبريشن على علامة الضرب, لو استريكس هخليها حاصل ضرب, لو سلاش هخليها اسمه, ولو ولد هقول والا خلي الريزلت افسر الكلام اللي انا بعمله ده دلوقتي دوني ثانية واحدة, خلي الريزلت يساوي ناقص 1000 مثلا, او خليها رقم قد كده يعني تيستنج مش اكتر. بعد كده خلي يطبع لي على الستريم الاوتبوت ستريم invalid character او invalid operator. طيب تعالوا نترجم بقى, لو x ناقص واحد y ناقص واحد ده الـ initial values, وبعد كده هعرف operator result هي قيمتها الـ initial برضو بنقص واحد, هيبتدي يدخل في nested أو شوية if else statements. لو الـ operator اللي أنا مدخله قيمته بناقص قيمته ببلس يبتدي إيه إجمع, يبقى result x زائد y. لو الـ operator بناقص او داش خلي ريزلت اكس ناقص واي, او الاوبريتور باستريكس هضرب, او الاوبريتور بسلاش هقسم, ولو الاوبريتور بولا واحد من دول هطبع ايرور مسج وخلاص. طيب السطر ده ايه بقى؟ السطر ده هحط قيمه للريزلت, يعني خليها دلوقتي احنا هنعمل حاجه دايناميك ان شاء الله دلوقتي, هقول بعد ما اخلص كل القصه دي هقول له والله لو كانت الريزلت ما بتساويش القيمة دي معناها ايه؟ ما بتساويش القيمة دي معناها ان هو الاوبريتور بقى كان واحد من دول, كان زائد او ناقص او اعلى او علامة ضرب, هعمل ايه؟ لو ما كانش واحد من دول يبقى خلي اطبع لي بقى الريزلت, هنطبع ريزلت او نطبعها بقى بشكل اشيك شوية, نقول x زائد ده concatenation, حط لي جنبها space, بعد كده اطبع الاوبريتور, بعد كده الزق فيها برضو الواي, بعد كده concatenate معها equal sign, بعد كده concatenate معها result. طيب اللي ما فهمش السطر ده لما هعمل run هيعرف القصة ماشية ازاي. تعالوا نعمل run والكود قدامنا, right click run, هلاقي عمل ايه؟ هيطبع لي invalid operator. ليه؟ عشان القيمة اصلا اللي موجودة هي عبارة عن علامة ايه؟ space. طيب تعالوا نجمع القيم اللي موجودة عندنا, مثلا ناقص واحد وعشر, لو انا قلت له run هيجمعهم هيطبع لي ايه؟ ناقص واحد مسافة الاوبريتور مسافة y اهي space و space ما بينهم equal sign علامة تساوي بعد كده الريزلت. طيب يبقى انا لو حابب اعمل اي تشينج اي حاجه هبتدي اغير, بس ده ستاتيك يعني القيم انا بغيرها من جوه الكود, علشان اخلي القيم دي تكون انبوتس واليوزر هو اللي هيدخلها هنحتاج نعمل الكلام ده عن طريق السوينج كومبوننت. سوينج كومبوننت وده هيكون يعني الجزء الاكبر من الكورس هنشتغل بيه ان شاء الله, الابلكيشن او البروجكت بتاع الجي اس اي
بس دلوقتي هناخد بس كام statement بسيط من الـ أو بعض الأوامر البسيطة من الـ swing components هنشتغل بها الجزء الديناميك.